ايران شنو مصلحتها من تقسيم العراق؟ ايران مو مصلحتها من تقسيم العراق، تحت منو؟ منو هذا اللي يريد يقسم؟ خلينا نحكيها، خلينا نحكيها بصراحه. اللي يريد يقسم العراق ابناء العراق نفسه، ابناء العراق نفسه يريد يقسم. هاي الخلافات من يخلق؟ شوف انا خلي احكي لك، هاي الخلاف الكرد عندهم حلم قومي ويردون يشتغلون زين. بالنسبه للمحافظات الغربيه ايضا يشوفون نفسهم، انتم اذا استمريتوا بهالطريقه هاي واحنا والله هم تجربه أي. كردستان عجبتنا زين وممكن نكررها. الجماعه ترى هم اكو حكي الان على اقليم جنوب، اكو بعض التحركات وكلها مقدماتها مقدمات تقسيم. فولد البلد اللي يردون يقسموا مو هاي الدول. لا شوفوا يعني حتى نكون نحن دقيقين في الكلام، اولا قضيه الكرد اكو اتجاهين ما بها نقاش، اكو اتجاه نحو التقسيم، اكو موجود عندهم تفكير يفكر نحو التقسيم زين، ولكن ايضا اكو جهات كثيره ايضا تفكر لا نحو وحده العراق، هاي واضحه بالنسبه للكرد. بالنسبه للسنه لا، يعني في تصوري الجو العام يعني من يريد السنه يستحيل يفكر بالتقسيم، يستحيل يفكر بالتقسيم زين، وكان رفض قاطع في البداية ضد الفدرالية. نعم الآن بحكم المضطرين من يقول لك آني تعرفون من صار حالة التهميش وما تهميش وهذا بدأوا يفكرون يعني بطريقة مضطري لها زين. الأطراف الشيعية أي نعم كان أكو نوع من التفكير الساذج، أنا أقدر أسميه الساذج، وهذا التفكير هذا ظهر بعد 2003 للأسف الشديد، وهذا صار جزء من الدستور للأسف الشديد يعني زين، باتجاه أنه هذه الفدرالية وحتى كل محافظة تقدر تسوي فدرالية وأنه تستقل بذاتها يعني وتصير إقليم بذاتها يعني موجود، يعني موجود مو ما أقول بس أقول هذا تفكير ساذج يعني بالنسبة للشيعة بعض الشيعة والسنة بحكم المضطرين، والكرد هم صنفين. هذا اللي هذا نقدر.